السلام عليكم احبائي حبيباتي، اليوم جيت لكم كيف القاعده بواحد الكراتان ديال الباذنجان معمر بالكفته، رائع جدا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هذا الكراتان هو كيتوني وخاص الناس ديال الريجيم ديال الكيتو، ومغير ندير الناس الريجيم ويصلح الخرجات، يصلح البحار، نعطيوه للوليدات خفيف مع لي سلطات، رائع جدا. المهم اللي بغات المقادير وطريقه ديال التحضير ما عليها الا تدخل الفيديو وتتابع معايا الطريقه، وتحضرت هي معايا هذا الكراتان ديال البدي. اعزائي نمروا الى مقادير الكراتان ديالنا تاع الباذنجان اليوم معمر بالكفته. شنو كنحتاجو؟ 500 غرام ديال الكفته، عندنا طاسه ديال لاصوص دو طوماط غادي نطيبها في الدار، فيها معلقه واحده ديال لا طوماط كونسونطري، ومنكهه بشويه ديال الثوم والقزبر ومعدنوس، شويه الفرماج ايضاً محكوك، قزبر ومعدنوس، واحد نصف بصله متوسطه مشلضه مع ثلاثه فصوص نتاع الثوم، دنجال، ثلاثة ديال الدنجالات مقطعين شرائح على هذه الطريقة. بهذه الطريقة درت له الملح ونشفته بيان سيو، لا موتزاريلا، توابل عندنا سكنجبير، ابزار، توابل الكفتة، الملح، الزبدة. اول شيء غادي نبدا به هو انني غادي ندير المقادير ديال التتبيلة ديال الكفتة ديالي. هنا معلقه وافيه ديال توابل الكفته، معلقه صغيره ديال السكنجبير، ونص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملح الهيمالايا، انا كنستعمل دائما ملح الهيمالايا، بصل وثوم، قزبر ومعدنوس، صافي. وغادي نخلطوا الكفته ديالنا، نشرملوها مزيان، وفيها واحد معلقه زيت البلديه، نسيت ما قلت لكمش، اذا غادي نخلط الكفته ديالي ونرجع لكم. اذا الان دهنا المول ديالنا بالزبده، وغادي ندير له شويه ديال لاصوص طوماط من تحت غير هكا، خلينا فقط نوزعوه غير شويه. اذا غادي ناخذ الدنجال ديالي، غادي نحاول نعمرو بالكفته، نتوما القياس اللي بغيتو ديروا الكفته. انا عندي هنا 500 غرام ديال الكفته، غادي ندير شويه ديال الفرماج وغادي نبلع عليها هكا، وغادي نحطها، غادي نبقى هكا مستمره حتى نسالي كلشي الاطراف ديال سميتو، وحيت تلقاو هذا باقي الماء حنيت يمكن لكم تنشفوا الدنجال ديالكم. حتى حاجه كنديروا له هكا الكفته ديالنا كلها خضراء. نتمنى انه يكون واضح لكم كيبان. نشد الدنجال ديالي ونحطه هكا، مر الدنجال الثالثه. اذا هكذا عزيزتي حتى نسالي جميع لي مورسو ديالي ديال الدنجال، يجي معمر لنا بالكفته هكذا. راه كطيب البنات هكذا، حتى نسالي جميع الاطراف نتاعي ديال الباذنجان معمر. انا عزيزتي عمرت كلشي الشرائح ديالي، شنو باقي لي دابا؟ غادي نوزع الطماطم الفوق منهم،
هكذا كلهم درت لهم الفرماج لداخل غادي نقلبها باش تجي هكذا. تجي كل دنجالة معمرة بالمطيشة ديال الكفتة ديالنا خضرة والدنجال ديالنا خضر. يبقى لي غير هذا الاخير نوزع عليه هكا لا طوماطم حيت كتطيب كتلق الماء فيها غادي يطيب لنا هذا الشيء. نغطيو كل شيء الوجه ديال ديال هذا الباذنجان ديالنا باش يجي من السم بديك المطيشه من السماء الثومه والقزبر كتجي رائعه. اذا الان ما عليا غير ندير لا موتزاريلا الفوق. هذا البنات كيتوني نتوما تقدروا تقللوا من النسبه نتاع الاجبان نتوما حرين ماشي هذا الشيء بزز يعني مفروض عليكم ديروه كيف ما كنديروا انا بالاجبان لكم ديروا غير القياس ديالكم. الكيتو كيخصو الدهون فوالا غادي نديك لا موتزاريلا كلها نوزعها عليهم. شطلي انا ما درتش 500 غرام كامل الكفته. الان غادي ندخلو للفرن وهو حبيباتي الكراتان ديالنا وجاد طايب غزال محمر نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الان غادي نهز واحد طروسو كيطيب البنات وكيدير المرقه ديالو الراسو بلا ما ديروا له مرقه لا حتى شي حاجه. بسم الله الفته ديالنا طايبه والدنجال ديالنا طايب هانتوما البنات الفته ديالنا طايبه من الداخل واخا درناها خضره طابت الدنجال ديالنا طاب غزال نتمنى انه يعجبكم. اذا ما عليكم غير تجربوا هاد الكراتان هذا وصفه رائعه جدا صلاح مع لي سلاد كغذاء او لعشاء خفيف مع شويه ديال السلاد الله يجعل البركه. يلا حبيباتي مع السلامه وما تنساوش لي لايك وسبسكرايب اللي مازال ما تابوناش معنا يتابونا مرحبا به الف مرحبا. وغادي تلقاو جميع المقادير نتاع الوصف في صندوق الوصف كيف القاعده. نتمنى لكم شهيه طيبه والى اللقاء على السلامه.